بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طيب، اليوم الأحد الفاتح، اليوم البرومي جانفي 2023، أول يوم في السنة الجديدة اللي هي 2023. كما وعدناكم أو كما ضربنا لكم موعد تكريم التلاميذ المتابعين للقناة، تلاميذ الأولى والثانية متوسط وتلاميذ الابتدائي. اليوم بدينا بالولاية تاعي، ولاية عين دفلة. الصباح كنا في الولاية، في ولاية عين دفلة في حديقة الولاية، ومساء كنا في الخميس مليانة، بلدية تاعي، بلدية خميس مليانة، في حديقة الذاكرة هنا في سونتر فيل تاع خميس مليانة اون فاس لا بوست. جاو التلاميذ، كرمنا التلاميذ، شهادات حفزناهم. طيب، كيما راح نخليكم مع هذه المقاطع، الفيديوهات الصغيرة والصور تاع التلاميذ اللي كرمناهم اليوم في خميس مليانة ولاية وفي ولاية عين دفلة. طيب، نضرب لكم موعد غدا، غدا الاثنين، على بالي باللي المشاهدين ولا المشتركين في القناة راح يشوفوا الفيديو. غدا الاثنين راح نكونوا صباحا في المدية، غدا صباحا في المدية، في الماناج اللي قدام الصطاد، في المدية سونتر، في المدية، ولاية المدية سونتر قدام الصطاد، ماناج اللي قدام الصطاد، قدام الصطاد، صباح من 8:30 حتى ل 11، 8:30 ل 11 ولا 11:30. وفي المساء الحشية، غدا المساء نكونوا في البليدة. إذا الصباح المدية وحشية البليدة، البليدة طبعا وين؟ في ساحة التوت باينة، لأنه هذاك أنسب مكان، ساحة التوت حشية في البليدة. إذا غدا الاثنين 2 جانفي موعدنا صباحا في المدية ومساء في البليدة. خليكم مع هذه اللقطات تاع التلاميذ اللي كرمناهم اليوم، اليوم الأحد في خميس مليانة ولاية وفي ولاية عين دفلة. والهدف تاعنا التكريم هذا مجاني، كاين اللي عم بالو، كاين اللي اليوم جالي قال لي شحال جاي خلصني. التكريم هذا مجاني للتلاميذ بشهادات باش يتحفزوا ويقراوا أكثر ويديروا مجهود أكثر. ومن باب قوله تبارك وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. الإنسان إذا أحسن الله إليه وإذا أكرمه الله يكرم خلق الله ولا عباد الله. وأحسن كما أحسن الله إليك، تشجيعا للتلاميذ وتحفيزا لهم، شهادات باش يقراوا أكثر ويفرحوا بها ويحتفظوا بها تذكار. بارك الله فيكم. خليكم مع هذا اللقطات لتكريم التلاميذ اليوم في عين دفلة وفي بلدية خميس مليان. اسمي ثواني ياسر، أدرس في مدرسة بدني بن ياسر، تحصلت على معدل 8.53. بارك الله فيك. أشكر معلمتي منيرة، وأشكر أبي وأمي على هذا الجهد الذي قدموه إلي. بارك الله فيك، ربي يوفقك إن شاء الله. آمين، ربي يوفقك. السلام عليكم، أنا تلميذة بن عيدة ماريا، أدرس في متوسطة بن هشمي قدور، تحصلت على معدل 15.20. أشكر أمي وأبي وكل من ساعدني في الفصل الأول وكل أساتذتي. بارك الله فيك، ربي يوفقكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذة لينا قرطوبي، أدرس في مدرسة بندوحة عبد القادر. إيه، أشكره. أشكر أمي وأبي وأستاذتي وكل من ساعدني. وكل من ساعدني. بارك الله فيك، ربي ينجحك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذ عصام، أدرس في مدرسة غربي محمد الواقعة في خميس مليانة، وأشكر كل من أساتذة وأمي وأبي وكل من ساعدني في الفصل الأول. بارك الله فيك، ربي ينجحك. ورحمة الله تعالى وبركاته، تحصلت على نتائج مرضية. شكون تلميذ؟ قولي أنا تلميذ. أنا تلميذ محمد بن أبي جمال الدين، أدرس في متوسطة ماجد خيرة، عمري 12 سنة. بارك الله فيك. تحصلت على معدل مرضي بفضل الله وبفضل أمي وأبي وبفضل أستاذي محمد الفرقوقي، وأشكر كل من ساعدني في الفصل الأول. بارك الله فيك، ربي يوفقك إن شاء الله وربي ينجحك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذ موسى ويزا
زكريا الدارس بمتوسطة غربي محمد. غربي محمد تحصل؟ متحصل على معدل 17.93. كما سمعتوا بارك الله فيكم عندهم معدل 17.93 راه مع الاوائل ما شاء الله. ايه اشكر كل من ساعدني في الفصل الاول منهم ابي وامي واساتذتي. بارك الله فيك، اتمنى لك التوفيق ونجاح وزيد فصل ثاني يجيب اكثر صح. ربي يوفقك يا اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أزيد محمد امين، ادرس في مدرسه ناجح خيره. إيه؟ واشكر من ساعدني ابي وامي واساتذتي وكل من ساعدني في الفصل الاول. بارك الله فيك، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، انا تلميذ مساوي عبد المجيد، انا ادرس بمدرسه كلكولي حمدان، واشكر كل من ساعدني منهم ابي وامي واساتذتي. بارك الله فيك، اتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا تلميذ بالنبي صادق عبد الملك، ادرس في متوسطه ماجد الخيره بخميس مليانه. أشكر أبي وأشكر أبي وأمي وجميع الأساتذة الذين ساعدوني في الفصل الأول، وأشكر الأستاذ محمد الفرقوقي. بارك الله فيك، أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. مصباح يوسف، أدرس في متوسطة عبد الحميد بن باديس. أشكر وين؟ في مدينة خمس مليانة. إيه؟ أشكر أمي وأخي وكل من ساعدني في الفصل الأول. بارك الله فيك، أتمنى لك النجاح إن شاء الله. إن شاء الله.